بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم افتح على قلوبنا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين المصلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن أولاء نعيش أيام رمضان، ومع اليوم الثاني من أيام رمضان المعظم تعيش هذه الأمة هذه النفحات وهذه التجليات. إنها تقدم على خالقها، وإنها تقبل على مولاها سبحانه وتعالى، طمعا في رحمة الله جل جلاله، وطمعا في مغفرة الحق سبحانه وتعالى، وطمعا وجريا وراء أن يعتق الله عز وجل رقبتها من النار يوم تلقى ربها سبحانه وتعالى. نحن اليوم مع حكمة من حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، ونحن نغتنم هذه الفرصة لنتحدث عن بعض الحكم من أجل أن نغوص شيئا ما في روحانياتنا. فهذا الشهر الكريم لا نريده أن يمر دون أن نغوص في بعض روحانياتنا. فعشنا السياسة وعشنا الاقتصاد وعشنا كل مفاصل حياتنا، إلا أننا لم نهتم بعد بوجداننا، ولم نهتم بعد بروحنا وبأرواحنا. والإنسان بالنفس إنسان وليس بهذا الجسد. ولذلك نحن في هذا اليوم المبارك نقف على حكمة رائعة من حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، يقول فيها: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. هذه البداية عندما تشرق، تشرق بالإيمان وتشرق بالإخلاص، وتخلص وتبتدئ ويبدأ الإنسان عمله بالصدق بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فإنه سوف يقف على خاتمة ويقف على نهاية. هي نهاية العمل، هي نهاية العمل الصالح التي يرضى الله عز وجل بها على هذا الإنسان. يا أيها الإخوة والأحبة، عندما نقف نحن أمام هذه الحكمة ونحاول أن نتفاعل معها، فهي تمس وتلامس وتعانق كل واحد منا. من أشرقت، إذا أشرقت بدايتك أنت، وإذا أشرقت بداية ولدك، إذا أشرقت بداية أخيك، إذا أشرقت بدايتي، فإن الخاتمة سوف تشرق أيضا، وإن النهاية التي نصل إليها جميعا سوف تشرق بإذن الله سبحانه وتعالى. العمل الصالح المبرور، أي عمل تفيد به نفسك وتفيد به الناس وتفيد به البشرية، أي عمل يلامس مصالح البشر ومصالح الناس. نتحدث عن الكليات الخمسة التي يتحدث عنها علماؤنا الكرام. الكليات الخمس: المصلحة التي تحقق لك الدين، المصلحة التي تحقق لك عقلك وحياتك ونسلك وعرضك ومالك. هذه المصالح، كل عمل تحقق هذه المصالح فهو عمل مبرور وعمل رائع يعيشه هذا الإنسان. هذا العمل إذا ابتدأه الإنسان بإخلاص وبدأه سويا وبطريقة يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختلط عليه الأمر ولا يأتي بشيء من عندياته هو، إنما بدأ هذا العمل، بدأه بصلاح وإتقان واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسيا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، النتيجة أن الله تعالى سوف يقبل منه هذا العمل، والنتيجة أن الله تعالى يجازيه على هذا العمل، والنتيجة أيضا أنه سوف يجد هذا العمل قد ادخره الله عز وجل عنده يوم يلقاه يوم القيامة.
إذن نحن عندما نربي أبناءنا، فإذا أشرقت حياة أبنائنا منذ النشأة ومنذ البدء، عندما نربي أبناءنا التربية الصالحة حتما سوف نجدهم بإذن الله سبحانه وتعالى، نجدهم في خاتمتهم، نجدهم صالحين، نجدهم أنقياء، نجدهم أصفياء، نجدهم صالحين أو مواطنين صالحين يعيشون في أمتهم، يفيدون الناس ولا يلحقون بهم الضرر، يبنون ولا يهدمون، يقدمون الخير، يقدمون المعروف، يحسنون إلى البشرية، يحسنون إلى كل ما أحاط بهم. هكذا يقول ابن عطاء الله: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. نحن نعلم أن الحق سبحانه وتعالى ضرب هذا في القرآن الكريم، وأنار الله عز وجل سبيلنا في القرآن الكريم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا الحق سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إذن هذا بدأ بهذه الكيفية، إذن الخاتمة سنيسره لليسرى. فأما من أعطى لله عز وجل، أفاد البشرية بفكره بعقله، أنار لهم طريقهم، أفادهم بمعرفته بعلمه بأخلاقه وسلوكه بقيمه بما يفعله من الأعمال الصالحة، أفادهم بالعطايا بسخاء وبجود بصدقات بزكوات بأوقاف إذن أو بالوقف. إذن الإنسان أعطى، فأما من أعطى واتقى ربه، ابتعد عما يغضب خالقه عز وجل، سلك طريقا يبتغي به وجه ربه عز وجل ولا يسخط به ربه سبحانه وتعالى. إذن فأما من أعطى واتقى، اتقى ماذا؟ اتقى غضب ربه، اتقى سخط المولى عز وجل، اتقى عذاب مولاه سبحانه وتعالى، اتقى نقمة خالقه جل جلاله. إذن هذا الإنسان يتقي ويبتعد ويتحرى ويبتعد عن كل ما من شأنه أن يغضب خالقه سبحانه وتعالى. إذن هذا الإنسان عندما أشرقت بدايته بهذه الشاكلة سوف تشرق نهايته. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ما أخبر به القرآن الكريم وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، آمن به وصدق، لم يختلج، نعم لم يأتي إلى قلبه شيء من الشك ومن الريبة أو من الظن أو من الوهم، إنما صدق وآمن وعقد عليه قلبه، إنما أيقن ما قال به ربه سبحانه وتعالى وأيقن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق وجزم بكل ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، النتيجة الحتمية التي أخبر الله عز وجل بها أنه يطمئننا عز وجل أن الإنسان إذا ما أعطى واتقى وصدق بالحسنى فإن الله تبارك وتعالى سوف ييسر لك السبل كلها نحو اليسر، اليسر في الدنيا والآخرة، سوف ييسر الله عز وجل لك كل طريق من شأنه أن يرضى به ربك سبحانه وتعالى عنك، كل طريق تسلكه إلا وربي سبحانه وتعالى تجد فيه اليسر وتجد فيه المرونة وتجد فيه عدم المشقة ولا تجد فيه العقبات ولا تجد قواطع الطريق التي تبعدك عن هذا الطريق، إنما ييسر الله عز وجل لك كل هذه الطرق. ثم إن الحق سبحانه وتعالى يشرح لك هذا الصدر، لأن الإنسان أحيانا أمامه هذا العمل ولكن لا يقوم بهذا العمل، لأن القلب متاع هذا الإنسان ما هوش مطواع، ما مش قاعد يطيع فيه باش يمشي للطريق الصواب الذي يرتضيه المولى سبحانه وتعالى. إذن هذا القلب الذي يشرحه ربك سبحانه وتعالى، وإذا بهذا الإنسان يلقى نفسه في هذا الطريق ماشيله بكل أريحية وماشي في هذا الطريق بكل طمأنينة، بل بكل انشراح صدر، بل إنه يتشوق لهذا العمل. ربي سبحانه وتعالى أحيا فيه هذه الهمة وأحيا فيه هذه العزيمة، ترى هذا الإنسان يقدم على هذا العمل، يريد بهذا العمل وجه الله عز وجل، ويريد بهذا العمل أن يدخل به الجنة يوم القيامة، وكأنه يرى هذه الجنة وكأنه يرى غراسها ويرى أنهرها ويرى كل الفضل الذي وعد الله عز وجل به عباده الصالحين. إذن
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اللي يلقى عقبات في طريقه نقول له هل أشرقت بدايتك؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. من وجد عقبات في طريقه نقول له هل أشرقت بدايتك؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الذي يجد حرجا في حياته ولا يستطيع قيام الليل ولا يستطيع قراءة القرآن ولا يستطيع ذكر الله عز وجل ولا يستطيع المحافظة على فرائضه ولا يستطيع المحافظة على ما أوجبه الله عز وجل عليه من الفرائض الكثيرة والمتنوعة، وتجد هذا الإنسان بعيدا عن هذه الفرائض مقصرا في أداء الواجبات، نعم واجباته متروكة، واجباته مشوهة، واجباته مبتورة، واجباته متروكة. إذا نسأله هذا الإنسان هل أشرقت بدايتك؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. إذا أشرقت بدايتك أعلم أن الله تعالى سوف يشرق لك نهايتك، وأنك سوف تقف على الخاتمة وعلى النهاية وعلى أين تنتهي إلا بالحسنى الذي يسرها الله عز وجل لك أنت يا أيها الإنسان. إذا من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. لو نأخذ نحن ما يقال عنه بمفهوم المخالفة، من لم تشرق بدايته لم تشرق نهايته. هاوكا باش ما نقولوش كلمة أخرى، هاوكا إذا أظلمت الإنسان اللطف معناتها أظلمت البداية سوف تظلم معاه اللطف وعياذا بالله تعالى نهايته. هذا كما قاله الحق عز وجل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن يجد هذا الإنسان مهما كان عنده الصحة والعافية والمال والسلطان والجاه والنفوذ والعشيرة والأسرة والولد، إلا أن الله تعالى سوف ييسر له كل الطرق التي تؤدي به في النهاية إلى العسر. فلا هو يستطيع أن يقيم ليلة، ولا هو يستطيع أن يستأنس بذكر مولاه، ولا هو يستطيع أن يقرأ القرآن وأن يأخذ حظه من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا هو قادر على أن يسجد بين يدي الله جل جلاله. شوف أنا نقول السجود وأنا تعقبني الآن أو تذكر جيني قصة أذكرها ولا زلت أذكرها. كانوا زملاء وأصحاب وأصدقاء، ثلاثة أصدقاء، أحدهم أقسم بالله سبحانه وتعالى ألا يسجد لله البتة، وأنه رأسه هذا ما يحطوش على الأرض مهما كانت الصفة، ولن يسجد لله. قالوا له أصحابه اتق الله يا رجل، أنت عبد مملوك لله تبارك وتعالى، وهذا الرب سبحانه وتعالى راه قهار عز وجل، ما يجيش أنه الإنسان الضعيف المقهور بالنوم وبالمرض وبالموت ومقهور بالجوع والعطش وبالعجز، ما يجيش أنه يقسم على ربي عز وجل أنه لا يسجد. قال لا، لن أسجد لله عياذا بالله تعالى. بعد فترة انقطع عن أصدقائه وأصحابه، مع شراوه وينه فلان، لا يقعد معهم في قهوة ولا في مطعم ولا في طريق، انقطع ما عادش موجود هذا الإنسان. مشاو يسألوا عليه، مشاو لقاو خوه حللهم الباب، بالله نسألوا على فلان وينه؟ لا لبس. طيب وينه؟ ما عاد شفناه معناتها لا في الطريق لا في العمل لا في أي مكان. والله قال لهم لقد مريض فلان وهو مش قادر حتى على الخروج. طيب هذا صاحبنا وعنا صلة به توسنين، معناتها صاحبنا منذ الصغر، خلينا نشوفه. قال لا، هو عاجز حتى أنه يقابل الناس. أصروا عليه إصرارا أنه باش يدخلوا له ويشوفوه. طيب قال لهم من الباب فقط ولا تدخلوا عليه، معناتها ما تدخلولوش إلى آخر الدار. قال طيب خلينا نشوفوه حتى من الباب. ففتح لهم الباب، وإذا بهم يرون صديقهم ساجدا لا يقوى على الرفع من السجود، ما هوش قادر أن يرفع رأسه من السجود. قالوا له ما شاء الله. قال لا، ما هوش ساجد، أذاك ما هوش ساجد، إنما يشتد به الوجع في رأسه فلا يكف عنه هذا الوجع وهذه الآلام إلا متى وضع رأسه على هيئة السجود، فهو لم يسجد لله سبحانه وتعالى. أقسم أن لا يسجد لله. ها هو أن الله تبارك وتعالى قد أسجده قهرا، ولكنه بهذه الآلام وعلى خاطر هذه الآلام هكذا جد هذا الإنسان. فلماذا هذا الإنسان وهو يعلم أنه إنسان ضعيف وأنه إنسان عاجز وأنه يستمد القوة من الله وأنه يستمد العافية من الله والرعاية